السلام الله عليكم متابعينا، ان شاء الله كامل بخير. اول حاجه اللهم نصرك اللهم نصرك اللهم نصرك اللهم نصرك اللهم نصرك اللهم نصرك، انت القوي انت العزيز انت الجبار انت المتكبر. هذه اول حاجه. ثاني حاجه الدعاء ان شاء الله للوالد الشافي، ان شاء الله ربي يرجعوا صحة وعافية ان شاء الله. بارك الله فيكم ملائكة كامل اللي دايتوا للشيخ، ربي يحفظكم. ثالث حاجة، رانا على موعد مع مباراة بين الجزائر ومصر، مباراة راح تكون قوية جدا 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 ان شاء الله. نشوف فيها مباراة روح رياضية، نشوف فيها مباراة ان شاء الله نتفرجوا ونتمتعوا يعني بالمنتخبين الجزائري والمصري، وان شاء الله النتيجة تكون لصالح المنتخب الجزائري. هذه باينة يا خويا كريم الهنداوي وابراهيم نصر وكامل الاخوة اللي راهم معنا. بالنسبة لحاجة ايضا فرحتني، ان الاتحاد الجزائري يعني يتكلم على مباراة اللي راح ان شاء الله تلعب فلسطين، سواء تصفية كأس العالم او كأس اسيا، يعني ان الجزائر راح تتكفل بهذه المباريات بتكاليف كل مباريات ومصاريفها وكلش. كما راكم تشوفوا راني خارج من الخدمه، لكن الاخبار هذا خارج صدري، ونتمنى ان شاء الله يقبلوا لهم ان شاء الله. وفي نفس الوقت ان شاء الله نشوفوا اليوم مباراه ممتعه جدا جدا جدا. السلام عليكم، اللهم نصرك.